وجه النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي الشكر لكل من سنده بعدما أعرب عن استيائه من تعامل اتحاد الكرة المصرية بشأن أزمة استخدام الاتحاد صورا في ملصقات دعائية دون موافقته، قائلا عبر تويتر إنه يشكر كل الناس على دعمهم الكبير. وتأتي هذه التغريدة بعدما دشن مجموعة من المغردين على تويتر الوسم ادعم محمد صلاح الذي أصبح في غضون ساعات قليلة الأول عالميا على تويتر.